حطت طائرة ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطار الجزائر الدولي صباح الخميس. وحسب البيان الرسمي للقاء، فإن الاجتماع جاء لتمتين وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون في كافة المجالات وتكريس سنة التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. غير أن السياق الإقليمي للزيارة دفع بمتابعين لقراءة الحدث من زاوية الوضع الجواري للجزائر، سيما وأنها تتزامن مبادرة الجزائر الساعية لحل الأزمة الليبية. الأكيد أن ولي العهد الأبوظبي جاء للجزائر من أجل العلاقات الثنائية ابتداء، من أجل محاولة إحاطة مبادرة الجزائر حول في الحوار الليبي بما تقوم به الإمارات في هذه المنطقة في هذا الظرف الحساس، وخاصة أنها الإمارات للأسف الشديد تقوم بالنيابة عن كثير من الدول في إقصاء التيار الإسلامي الذي لا يرى في الانقلابات حل لأزمات الشعوب العربية أو الإسلامية، وخاصة إقصاء وإبعاد الإخوان المسلمين من الحوار ومبادرة الحوار التي تقوم بها الجزائر. وإذا كان فيه شد وجذب في المواقف المتباينة بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة من النزاع في ليبيا في ظل دعم الدولة الخليجية لجهات سياسية في هذا البلد على حساب أخرى، فإن الجزائر ليست مرشحة للتخلي عن عقيدتها الرامية لحل سلمي ومتوازن لأزمة معقدة على أطراف حدودها الشرقية. الجزائر ترى بأن الحل يجب أن يكون حلاً ليبياً يجمع جميع الأطراف ولا يقصي أحدا، والجزائر تدرك أن إقصاء أي طرف في المبادرة يعني تأجيل يعني تمديد في حالة الفوضى وحالة الاستقرار وحالة غياب الدولة، وبالتالي الجزائر تريد أن تجمع جميع الأطراف وترى بأن الإقصاء لا يمكنه أن يخدم الحل الذي تراه. وتجدر الإشارة بأن ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحضور كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد الملك سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايد صالح ووزراء آخرين.